حصل ذلك يوم الجمعة في 19 من فبراير سنة 1937. كانت طائرة ستينسون تسافر من مطار أرتشفيلد في بريسبان إلى سيدني. كان على متنها 7 أشخاص، طيران و5 ركاب. وأثناء الرحلة كان من المفترض أن تقل الطائرة بعض المسافرين في ليزمور، ولكنها لم تصل إلى هناك قط. تمركز البحث الرسمي حول نيوكاسل ونهر هاكسبيري مئات الكيلومترات جنوباً، حيث قال بعض الناس أنهم رأوا أو سمعوا الطائرة. سجلت السلطات إفادة من مدير مكتب البريد في هاكسبيري، قال أنه سمع الطائرة تمر فوقه بعد 5 في مساء اليوم الذي اختفت فيه. وبما أنه عرف الكثير عن الطائرة صدقت السلطات كلامه، ولكن هناك من اعتقد بخلاف ذلك. الناس الذين يعيشون في سلسلة جبال ماكفيرسون على الحدود بين كوينزلاند ونيو ساوث ويلز سمعوا الطائرة تمر فوقهم في الوقت نفسه الذي اعتادوا فيه سماعها. علم الناس من المنطقة بشأن الرحلة من بريسبان. رأى بعضهم طائرة ستينسون الحمراء والزرقاء تتلاشى بين السحب. بعد أيام من البحث المتواصل لم يعثر على أي أثر لها. في هذه المرحلة قرر حطاب يدعى برنارد أورايل الأخذ بزمام الأمور. عاش في تلك المنطقة المرتفعة للبلاد وتذكر أنه قد هبت عاصفة هوجاء في ليلة اختفاء الطائرة. هز إعصار كبير الجبال وجعل قيام سكان المحليين بأعمالهم مستحيلاً. يوم السبت 27 من فبراير قرر أورايل الذهاب للعثور على الطائرة المفقودة ومعرفة حقيقة ما حدث لها. وقبل يوم من رحلة البحث جمع جميع الأدلة عن المكان المحتمل لتواجد الطائرة. أخرج أورايل مسطرته ورسم خطاً على الخريطة يدل على آخر مكان سمعت فيه الطائرة. لاحظ أن الخط قد مر بين 4 نقاط مرتفعة. كان متيقناً من أن الطائرة لم تجتز قط السلسلة الجبلية القريبة. حزم بعض الطعام وامتطى حصانه وانطلق في رحلته. سار ناحية جبل بيثون غايبل ومن ثم أطلق حصانه إلى الديار. واصل طريقه سيراً على الأقدام عبر الغابة المطيرة الكثيفة. بالكاد أمكنه الرؤية أمامه، فالشجيرات في الغابة كانت كثيفة جداً. لم يكن هناك الكثير من الضوء في ذلك اليوم، وواجه صعوبات في تحديد الاتجاهات. بحث أورايلي عن أدلة لتحديد مكانه الحالي، فحصل أنماط في نمو الأشجار والاختلافات في مستوى الأزهار بين فصائل الزهور. حاول رصد أعشاش الطيور التي قد تحدد ارتفاعه. قضى ليلة السبت في الغابة المطيرة وواصل بحثه في اليوم التالي. من أعلى جبل ثروكبان عبر فتحة صغيرة في السحب رأى أورايلي بعض الصخور المرتفعة وشك في أن طائرة ستينسون قد تحطمت هناك. رصد في أقصى الجنوب الغربي في الغابة الخضراء الفسيحة قمة شجرة باللون البني الفاتح. كان لونا غير طبيعي في أواخر الصيف وبدت في غير محلها. نادرا ما تنشب الحرائق في الغابات المطيرة، ولكن كان من المحتمل أنها نتجت عن صاعقة رعدية. هل يعقل أن تكون مجرد صدفة؟ ووفقا لخريطته بعدت عنه الشجرة حوالي 13 كيلومتر. توغل أورايلي في الغابة للوصول إليها. عندما كان على بعد 5 كيلومترات فقط من تلك المنطقة سمع صوتين يصرخان كويز، وهذا نداء يستعمل في الغابات الأسترالية لجذب الانتباه أو للعثور على أشخاص مفقودين أو تحديد مكان أحدهم. اعتقد أنه فريق بحث آخر، والإجابة على ندائهم كان سيشوشهم، لذلك التزم الصمت وواصل سيره تجاه موقع الأصوات. عبر وادياً وتسلق إلى الأعلى، صرخ لمعرفة ما إذا كان أحدهم هناك، ولكنه لم يحصل على جواب. مشى 180 متراً على طول الهضبة وصرخ مجدداً، وهنا بالضبط سمع الجواب أخيراً واتجه ناحيته. وصل أورايلي أخيراً إلى المكان وشاهد شجرة كبيرة قد سقطت وجذع شجرة أخرى قد احترق بالكامل، وكان هناك كتلة من المعادن في الأرض. وأخيراً رأى رجلين، الأربعة الآخرون لم ينجوا من الحادث. الشخصان اللذان عثر عليهما هما ركاب جوزيف بن ستيد وجيمس براود، ولكن بمجرد أن رآهما انعقد لسانه. بالنظر لحالتهما الجسدية عرف أورايلي أنه قد وصل بعد أن فات الأوان على إنقاذ هذين الرجلين.
كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساء في يوم الأحد. بحلول ذلك الوقت كان الرجلان بمفردهما في الغاب لتسعة أيام متتالية. لم يستطع براود التحرك من مكانه لأنه أصيب في ساقه، وظل بن ستيد يحمل الماء لكليهما. لم يجدا سوى التوت ليأكلاه، وفقد الأمل حتى ظهر أمامهما أورايلي. أوشك الظلام أن يحل، فقرر أورايلي العودة باستعمال طريق مختلف وأقصر لجلب المساعدة. اعترضه بضعة أشخاص في الطريق، أخبرهم أورايلي عما حدث وطلب منهم اقتراض حصانهم. استعمل لاحقا شاحنة خدمات للوصول إلى أقرب مزرعة وطلب المساعدة. وجد في المزرعة رقم السيد روبنسون من شركة الطيران الأسترالية في دليل هواتف بريسبان. اتصل به أورايلي وشرح له كل شيء، وسأله إن كان قادرا على إرسال رحلة إنقاذ من أجل الناجين الاثنين. وافق روبنسون. جمع أورايلي والمزارع فريقين منفصلين. ترأس أورايلي الفريق الأول للعودة إلى الموقع مع فريقه الصغير، بما في ذلك طبيب وبعض اللوازم. تجمعوا عند الثانية والنصف صباحا، وغادروا قبل ساعة من شروق الشمس، ووصلوا إلى الموقع بحلول الساعة 11 في الصباح. الفريق الذي ترأسه المزارع السيد بوكانان تضمن أكثر من 100 شخص. شرعوا في العمل من الفجر ونظفوا الطريق الذي يؤدي إلى الهضبة حيث يوجد الناجيان. خططوا لحملهما إلى بر الأمان. كان يتوجب على بين ستيد وبراود قضاء ليلة أخرى في الغاب، ولكنهما سيحصلان هذه المرة على خيمة ورعاية طبية. عندما أشرقت الشمس في صبيحة يوم الثلاثاء الثاني من مارس، بدأت الرحلة نزولا من الهضبة. أخلى الفريق طريقا بطول 23 كيلومتر، واستقرت حالة الناجيين. تم العثور على 6 من أصل 7 من الركاب. السابع لم يعثر عليه، وكان اسمه جيم ويستري. كان قد ساعد البقية في الخروج من الطائرة قبل أن تلتهمها النيران أثناء الحادث. تواصل الحريق لخمس عشرة دقيقة، ولكنه انطفأ بالأمطار الغزيرة التي تواصلت حتى العاشرة من صبيحة اليوم التالي. ويوم السبت على 6:30 صباحاً قبل توقف المطر، وقف ويستري وقال أنه تمكن من رؤية مزرعة قريبة بها بعض الغنم. حاول الشابان الآخران ثنيه عن الذهاب إلى هناك، وأخبره أنه لن يجد شيئاً. قال ويستري أنه سيذهب إلى هناك لإحضار النجدة، وفي غضون 30 ثانية رحل من المكان. عندما وصل أورايلي سأله الناجيان ما إذا رأى ويستري، ولكن أورايلي كان متيقناً من أنه لم ينجو. تتبع طريق ويستري إلى شلال بارتفاع حوالي 12 متراً، وأثبت فرضيته بأنه لم يجد طريقه للنجاة. تكللت العملية بالنجاح وتم إنقاذ الناجيين. تصدرت هذه القصة عناوين الصحف الوطنية وشاشات التلفاز، حتى تم منح أورايلي وسام تقدير وأموالاً جمعها عامة الناس. وبعد عدة سنوات نظم ابن أخي أورايلي بيتر جولات سياحية لعرض رحلة عمه في اتجاه الموقع. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.